نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة التربية تعلن الخميس موعدا لإعلان نتائج الصف السادس الإعدادي، ووزارة التجارة تحذر وكلاء المواد الغذائية من استيفاء مبالغ أكثر من المقرر عند استلام البطاقة التموينية. وبدء المرحلة الأولى من عودة مناسك العمرة في السعودية بعد توقف لمدة 7 أشهر، ومناصرون لترامب يرددون آيات قرآنية عند مركز ويلتون ريد الطبي، والهند تختبر بنجاح صاروخ شوريا الأسرع من الصوت.